ما حدث مع الأمير محمد بن راشد آل مكتوم لأنه ما ألقى كلمته ويبدو أنه انسحب من المؤتمر منزعجا، لماذا؟ يمكن هاي المعلومة مو دقيقة. أكو صار فد لبس بموضوع الوقوف الصور هذا. نعم. اللي تقصده. نعم. بس حقيقة من الاستقبال كان مقرر أن يرجع بسرعة، كان حريص على رغم كثير من الاعتبارات أن يحضر للعراق. طيب. حتى يكون حاضر في المؤتمر، بس بصراحة هو من البداية احنا نعرف راح ينسحب. بس لو كان مبرر الانسحاب حتى لا يتاح مجال لهذه التأويلات. طيب، موقف وزير الخارجية الإيراني، هل ستتعامل معه الخارجية العراقية تعامل معين؟ لأن قيل بأنه تجاوز الأطر الدبلوماسية ووقف في غير محله، مما أزعج الإمارات. يعني هناك طرق دبلوماسية للتعامل بها في كل المؤتمرات. نعم. حتى على المستوى الدولي تحدث بعض الملابسات. نعم. يمكن حلها بطرق دبلوماسية.